كان في حملة أمنية لإزالة التعديلات في الشوارع، خاصة في شارع مستشفى الصدر، مستشفى الصدر في العمرانية. الباعة الجائلين هناك سدوا الطريق. الحقيقة هو برضو في شيء عجيب قوي، يعني لما احنا نيجي قدام مستشفى اللي هو طبيعي قدام بابها وارد ان تيجي عربيات اسعاف جايبة مرضى، عربية عادية بتوصل مريض ما يقدرش يمشي. فمش منطق ابدا ان الشارع يتم اشغاله ان محدش حتى يقدر يعدي. الحقيقة الشوارع بتاعتنا خاصة في القاهرة محتاجة بشكل مستمر مثل هذه الحملات لضبط الشارع. احنا عندنا مشكلة في عدم انضباط الشارع المصري في اتباع القوانين الخاصة بالباعة الجائلين. كمان عندنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض